تنضم إلينا مباشرة من المركز الدولي للمؤتمرات لميس بن بارك موفدة الجزائر الدولية. مرحبا لميس، طبعا دعيني أسأل عن التفاصيل التي تضيفينها مع اللمسات الأخيرة قبل احتضان الجزائر للقمة السابعة للدول المصدرة للغاز، وماذا عن برنامج اليوم الأول؟ نعم، أهلا عبد الغفور، أهلا بكل مشاهدينا. بالفعل ساعات قليلة فقط من الآن تفصلنا عن انطلاق أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز هنا بالعاصمة الجزائرية بمشاركة رؤساء الدول والحكومات ووزراء الطاقة والخبراء، حيث تبحث الدول المنتجة على مدار 3 أيام بدءا من يوم غد سبل مواكبة التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة، وكذا الدور الإيجابي للغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي. الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة نشر برنامجا مفصلا لهذا اللقاء الطاقوي العالمي الهام الذي يبدو جدوله ثريا بالنظر للاجتماعات الوزارية ومختلف الفعاليات التي ستتوج لاحقا بإعلان الجزائر. خلال اليوم الأول سيجتمع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى بمشاركة الأعضاء المعنيين لوضع التعديلات النهائية على القرارات والالتزامات الواردة في إعلان الجزائر، ليتم رفعها بعد ذلك إلى الاجتماع الوزاري خلال اليوم الثاني. الثاني أيام القمة يعقد اجتماع وزاري استثنائي للمنتدى تناقش فيه الصيغة النهائية لإعلان الجزائر. بعدها أو خلال اليوم الثالث والأخير يجتمع رؤساء الدول والحكومات للمصادقة على إعلان الجزائر، لتختتم بعدها أشغال القمة بعقد ندوة صحفية عن أهمية احتضان الجزائر لهذه أو لهذا الموعد الطاقوي العالمي الهام. يقول وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية بأن احتضان الجزائر لهذه القمة يعكس دورها الهام على الساحة الطاقوية العالمية، كونها عضو مؤسس أولا في المنتدى وأيضا ممول موثوق للطاقة في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. موفدة الجزائر الدولية لميس بن بارك إلى المركز الدولي للمؤتمرات، أشكرك جزيل الشكر على كل التفاصيل التي قدمتها.